كيفكم يا جماعة؟ اليوم الفيديو تبعنا بدنا ناكل أكل كل البلدان العربية من مختلف البلدان العربية، صح؟ هلا حنجرب الأكلات تبعكم وبس. هلا خلينا نروح ركض للفيديو. 1 2 3 يس. استنوا استنوا استنوا، لا أول شيء بندوق. لا 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 لا، أنا أول شيء رح أطلع وحدة وخبيها. ما خليني أسحبها. مصر. أنا خبيتها وأنا شو هالشيء؟ مصر. أنا خبيتها بتكون تعرفوه. أكلت الكشري يعني. كشري؟ الكشري إيه. هذا بياكل كشري بالشوكة؟ طعمته طيبة. لا بتحدث. كثير طيبة، قد ايه بتعطوها؟ 10 من 10. أنا بعطيها 9 من 10. أنا بحط 9 من 10 لأنه حسيتها باردة وحسيت فيها قليل بهارات. 8 من 10 لأنه كثير حدة. أنا بعطيها 10 من 10 لأنه عن جد طيبة. نروح للشغلة اللي بعدها. الأكلة اللي بعدها 1 2 3 معكرونة. شو هي؟ خلينا نجرب ندوق. اليوم كله عربي، ما تقولوا ايطالي. انا رح اختار شوي طيبه. حد انا اخترت لبنان. اوكي انا اخذت انه العراق لانه حسيت قطع اللحمه كبيره فحسيتها عراق، بس كثير حاده. هي معكرونه فيها لحمه من ليبيا. انا لا، اثنين غلط. انا ما رح اخذ على حكيك لانه انت اللي جايب الاكل وانت اللي بتعرف كل شيء، انا ما دخلت. شو اسم الاكله؟ هو انتوا الاكله شو اسمها؟ المكبكبة. المبكبكة، أكلة ليبية مشهورة اسمها المبكبكة. روح للشغلة اللي بعدها. رامي جبلنا هلا الأكل، بس رامي أنت مستبعد لا. لأنه رامي بيعرف كل الأكلات، هو اللي موصي عنا، فأنت طبيعي تعرف شو اسمه وشو البلد، صح ولا لا؟ صح. ليه؟ روح 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 روح. وقف ورانا ونحن بنحذر. 1 2 3 لا رز بزلة. طب أنا رح دوق. ليكوا شكلها، شايفين شكلها كيف؟ عليها جاجة؟ أنا بحس يا الله شو هي؟ يا الله. أه 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 عرفت 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 عرفت. واضحة. قطر. لا امارات. عجوز. هي اوزي. هي اوزي سورية. لا 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 من المطعم مكتوب اوزي سوري. نروح للشغلة اللي بعدها. شو هاد؟ هي صعبة، هي صعبة. لا بطاطا. يا بطاطا مع الجزر مع فليفلة حمراء. ايه مرقة. شو هاي؟ بس شكل ريحتها طيبة. ريحتها خضرة بالفرن. معقول تكون انا ناس مو بطاطا؟ لا بطاطا. جزائر؟ العراق؟ لا. تونس؟ هي من المغرب. المغرب؟ المغرب. اختاري واحد من الاثنين. لبنان. لبنان. شو شي ساعدني؟ تونس ولا جزائر؟ وين جزائر؟ هي مغرب. مغرب. مغرب وجزائر. مغرب مغرب. مغرب؟ بنساعدكم، اسمها طاجين خضار. طاجين خضار. مغرب. مغرب. مغرب، طاجين خضار بتحبوا الطاجين. مغربية. واحد اثنين ثلاثة. اوه هي كبة؟ هاي كبة، بس كبة مين؟ جبنة دبس رمان. هاي لبنان؟ لبنان. انا اعتقد اعتقد عراق. انا مو لبنان؟ مو عراق؟ مين اشهر بلد بالكبة؟ سوريا. سوريا. شو اشهر مدينة بسوريا بالكبة؟ حلب. حلب. اوه هي يعني كبة حلبية؟ يلا روح شوي شوي صبحتي. الله يسامحك. حطي لي بالله. خود. حرام طلعتوني من التحدي. هي اسمها كبة مبرومة، عرفتها؟ واو. سوريا 10 من 10. هو اكيد له علاقه ان احنا كنا عايشين بسوريا وبنحب الاكل السوري. بنحب الاكل السوري صح. جاهز على اللي بعدها. 1 2 3 اوكي. مندي يمني. اماراتي يمني او يمني صح. يمني. مندي يمني. دو اول شيء بتعرف طعمه المندي؟ لا كان احنا هون جربنا المندي اليمني كان كثير طيب. احذروا البلد. يمن. يمن. لا شو يا ريما اختاري انت؟ بعتقد قطر؟ لا قريب على قطر. الامارات. الامارات. انتم بتحزروا اسماء الاكلات اسمه مضبي. مضبي. انا سمعت كثير عنه بس ما لي ضايقته. اول مره بحياتي باكل مضبي. عن جد المضبي الاماراتي عظيم. يا اعطيني 1 2 3 اوه لا. كم محشيه. لا اللي بتابع رمروم على سناب شات بيعرف انه نحن المحاشي هي اكلتنا المفضله. يلا رمرومي كوساي ولا باذنجاناي؟ اخذ ابره. هاتي ندوق ابره. كتير كتير طيبة. هاي اي بلد طعمتها غريب. مشكلة المحشي كل الوطن العربي بيعملها. المحشي بيعملها كل الوطن العربي بس بلد واحد بيعملها كتير تقيلة. عراق. بسامتها تقيلة. بسامتها عراقية. عراق. واحد اثنين ثلاثة. انا عرفتها. اعطيني الجزائر. الجزائر فورا. انا بعرف فورا شو هاد البرغل الكسكسي بيستخدموه بالجزائر بتونس وبالمغرب، وما انه نحن طلع لنا من شوي المغرب فنحن عرفنا انه عندنا الجزائر. بالمغرب اسمه مفتول. هي هي بالخضار. واو كثير طيبة. بدي اطلع على الجزائر مشان اكل من هي الاكلة. وانا كمان والله العظيم. 10 من 10. 10 من 10. اي والله. سعودية لأنه بالسعودية بيحطوا هيك الدجاج فوقها وكمان بهاراتها كثير ريحتها نوية. ورز الأحمر. فهي كبسة سعودية. هلا الكبسة السعودية بلحمة ولا بجاج؟ هي بجاج وبلحمة بتجي. في هيك وفي هيك؟ أشهر شيء الكبسة السعودية بالجاج.
عظيمة، 10 من 10. قولوا لي السر، شو البهارات اللي بتحطوها؟ بهارات كبسة. اللي بعده. أردني، علم الأردني ها؟ يا الهاشمية بيقولوا. افتحوا الخبز أول شيء. مو يا الأردنية. آه يا الهاشمية. أوكي. واو. أوه. بالأردن على طول بيسكروا، شايفين؟ بيسكروا الخبزة، بيسكروا قطعة اللحمة فوق أو رزهم على طول لونه أصفر. بس والله محترم هالمطعم جايب من عنده حاطط قطعة لحمة مرتبة يعني. عن جد صح؟ نعم. فخدة. عن جد طيب، والرز طعمته رز. انا كثير حبيت الاكل، كثير طيبه. انا بحب الرز، باكل الرز ما بحب اكل اللحمه، لانه الرز كثير طيب. نروح على الشغله اللي بعدها. يلا جاهزين جاهزين. يكون اطيب شيء لفيديو اليوم اسحبي. هي 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 ام علي. كيف عرفت؟ هي ام علي انا بعرفها. كيف عرف؟ انا بعرفها. لا ام علي هي اكله اماراتيه. يا الله شو طيبه يا جماعه. نحن سوينا كات ونحن عم ندوق اكله ام علي لانه صديقي فادي اجا. اكله ام علي من وين منشا الاساس؟ انا دقتها بالامارات. هي بالامارات والمصريين بيسووها. قطريه ما بيسووها. انا اكلت بقطر كثير. مسك انت مصر بس ما بيصير نستعمل جوجل. انا حاخذ قطر. لا ما بصير نستعمل جوجل. مسك انت قطر، اكتبوا لنا بالتعليقات هل هي اكله اماراتيه ام قطريه ام مصريه. بص علي. هي مصريه واماراتيه وقطريه، بس اكثر شيء حسب ما اردت بياكلوها بقطر. الاكله اللي بعدها. 1 2 3. تربقني تربقني من لبنان. عطنا اي لبناني. خلص انا فورا بعرف انه هي التبوله لبنانيه. وين وين لبنان؟ التبوله ذات نفسها 10 من 10 بس هاي 5. الشغله اللي هون انا اول مره بشوفها بحياتي. يلا احذروا. زنبوسه مسخر فلسطيني. مسخر فلسطيني عن جد؟ انا اول مره بشوفها بحياتي المسخر. انا حسيتها بتشبه السمبوسه. هلا انا بصراحه بحط لها 7 من 10. بس اذا هي نفسها اكله المسخن فهي المفروض تكون كثير طيبه. الحشو اوكي بس من برا مو كثير طيبه مسويها. 7 من 10 بعد. 7 من 10. هي الاكله ذات نفسها 10 من 10. بس المطعم مو عارف انا ظبطها ف 7 من 10. هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. اكتبوا لنا بالتحت بالتعليقات اذا في اكلات الاشهر ببلدكم، شو هي الاكلات وبس. بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي. عن جد طيب، والرز طعمته رز. شفتكم طعمته رز بالعالم؟ مرات الرز بيكون طعمته معكرونة والله. انتوا ملاحظين شغلة انه تقريبا كل اشهر الاكلات العربية كثير طيبة رز. كل اشهر الاكلات العربية رز، بس كل رز والله بيختلف عن الثاني بالطعم بدرجة مو طبيعية. صح. شو ذا؟ أنا كثير حبيت الأكلة، كثير طيبة. أنا بحب المسك أكل الرز، ما بحب أكل اللحمة، لأنه الرز كثير طيب.